يستاهل بو يعقوب. اي والله الطالب هو منا عدل. ونحن من هو منكم عدل. السيد يوسف السيد هاشم الرفاعي الله يرحمه وزير والنائب وشيخ الطرق الرفاعي الصوفي. اي والله هذا هو زيتنا نور السيد احمد الطنطاوي شيخ السيد هاشم الرفاعي الدول حسين الحمد. عمي الحين انتو امك نور السيد احمد الطبطبائي ومرت ابوك عيدتنا شيخ السيد يوسف السيد عبد الله الرفاعي ابوك سيد هاشم السيد احمد الرفاعي المحامي الاول انت والوالد السيد يوسف الرفاعي وعمتي اقبال وفتوح وفاطمه وفتوح ونجيبه ومنى وهدى وفوزيه وبعد وقبال وطارق الله يرحمه فوزية وقبال إيه؟ هدى ومنى اي نعم هدى ومنى ونجيبة وفاطمة نجيبة وفاطمة فاطمة ونجيبة اي نعم واللي توفى والله يرحمه نعم. عبد العزيز ورجب ورجب والوالد ويدتنا نور يا شيخ اللي امكم فوزية يعني بعد ماتت وحدة فوزية وحدة ثانية إيه سبحان الله رحمهم وأمكم نورة السيد أحمد عبد الرحمن الطبطبائي ويدتنا شيخ السيد يوسف عبد الله السيد أحمد الرفاعي عيالها الله يرحم عمي جمال وعمي أحمد وعمي نجيب وعمتي منال هي منو كانت متزوجة قبل يدنا السيد هاشم الرفاعي صاير متزوجة عدنان النقيب نقيب منو كان يابت منا عيال يظني حياة مو حياة حياة اللي أخذها خالد صالح غنيم رئيس من السمة اول خذاها عبد الله المبارك اول خذاها ياب منها عيال لا سبحان الله وبعدين خذاها الغنيم العم خالد صالح غنيم اللي كان مع الوالد من سمه ستينات انزين و هذا الغنيم قصير اي والله ويدتكم يدنا ابو يدنا هاشم يدنا السيد احمد امه زوجته رقية احمد حسين الفضاله اي عدل أخوها محمد الفضالة وهذا وعمتنا يدتنا نورة الطبطبائي أختها منيرة كانت وفاطمة الطبطبائي وخالنا اللي بالخالدية نروح ليش اسمه؟ الطبطبائي عبد الرحمن خالد وعبد الرحمن إيه كانوا بالخالدية محمد وعبد الرحمن محمد وعبد الرحمن محمد وعبد الرحمن انزين ويدتنا فضة المساعيد فضة المساعيد أم يدنا أحمد يدها زوجها السيد صالح الرفاعي يورة سيد زوجة لا زوجة سيد أحمد يدتنا رقية لا رقية زوجته رقية زوجته زوجة هي يدتنا هي يدتنا زوجة أحمد إيه بس ليش فضة من زوجها فضة هي مع سيد أحمد الطبطبائي الطبطبائي ما سيد أحمد هي أم منه يدتنا فضة فضة إيه أم اللي قبل الرحمن لا لا هي شنو صلتها فينا فضة يدتنا أمنا أمنا نورة الطبطبائي نورة أمها وأختها موضي ها وأختها موضي ومنيرة المجنون الرومي عندنا هاي منيرة منيرة خالتي خير زين وفي واحدة اسمها العمر الدرباس شو تصير لكم هذه يدتنا الله أم أحمد الرفاعي الله هذه تصير حق هذا اللي ورث منها احمد وعياله انا ورث منها ابوي ورث صح صح كانوا غنيه كانوا غنيه الحمد لله